نقل الفنانة المصرية فيفي عبده للمستشفى بعد إصابتها بالتسمم. تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة. وقال مدير أعمالها في تصريحات صحفية: خضعت فيفي عبده لعدد من الفحوصات الطبية، تبين إنها تعاني من نزلة معوية حادة تسببت في العديد من الآلام لها، مؤكدا أن الطبيب المعالج لها أكد أن السبب وتناولها احد الاكلات مجهولة المصدر فاصابتها بالتسمم، ونصحها الطبيب بالراحة لعدة ايام لعدم تطور حالتها الصحية. كما اوصاها الطبيب بالابتعاد عن الاطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة. واضطرت الفنانة فيفي عبده لالغاء كافة حفلاتها الفنية خلال الفترة المقبلة بسبب حالتها الصحية. وكانت فيفي عبده قد تعاقدت على عدد من الحفلات الفنية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى في مجموعة من الفنادق الكبرى، وذلك بعد عودتها للرقص من جديد بعد اعتزال دام لسنوات طويلة. وأعلنت الفنانة فيفي عبده عودتها في مؤتمر صحفي كبير، وشاركت في عيد الفطر في إحياء عدد من الحفلات. ومن ناحية أخرى، تتابع فيفي عبده حاليا حادثة السرقة التي تعرضت لها على يد خادمتها، حيث لم تتمكن الشرطة من العثور عليها حتى الآن.